تأخرنا يا كذا الحين الحين تبدأ المباراة قالوا لي الان تقريبا. اي لو فتحت شكلها انا خايف قد بدات ولا شيء. قالوا اليوم مباراه مهمه. ان شاء الله نفوز. حبيبي شفتها. هي ما تفتح. اذا فتحت بسمع الصوت. ما نسمع الصوت وينهم؟ ماك ما تمسح الشاشه. ما من هم هؤلاء؟ اللي بالعقل. شوف انت حاجه؟ ما في ما في حاجه ما في فتحت شنو؟ ايش القناه هذا اللي بتبث بالجوده هذا والله ما بيشوف ما حاجه كانهم الان هتفوا مع هذا في صوت هدف هدف لا هدف ما بينهم سلحوا صدموا واحد شكل حادث ماشي مباراه هذا حادث بتصيح بيقول لك هدف جول جول يا اخي ما تشهد الا بمبسلة عينك شهادة زور هدف ما يطلعش هدف ما نظفوش الملعب ولا ما فتحت قناه ثاني ولا ما نظفوش الشاشه يمكن اللي يصور اللي يصور المباراه العدسه ماشي نظفه ماشي نظفه أو صورها بتلفون نوكيا قديم شكله بل شو هذا ما هذا إيش من صورة هذا يا خدي شكلهم بلا من البداية والله مصوبة حتى الفشار هاي اهم كيف لحين ما أقول للناس ناس تحكي حتى عم له عن فول هذا سيد سيد تفرج لها سي. أين تفرج؟ هذا أنا بضع أيوة سيد تفرج لها بمكتبة هذا أنا ليش عدك الفرزة؟ خلاص قدك صدر لوحدك معك صدرين الآن محسوب بل خالد قل لي اذا شفت وعرفت من هم اللي بيلعبوا قلت لي بالنتيجه انا عاد الملعب اخرج قبل ما ندخل في موضوع اليوم ونناقش هذا القناه اللي اعمى عيوننا نشوف اولا من الحاضرين معنا حاضرين حاضرين يا رئيس القسم حطوا السفينه حاضري. حاضرين تحت البطانية حاضرين يا شباب؟ حاضرين حاضرين أنا والشط الحقي حاضرين يا رئيس القسم من عدن من عدن حاضرين حاضرين من جامعات الرواد حاضرين يا شباب؟ حاضرين حاضرين يا طلاب؟ حاضرين من المملكة العربية السعودية حاضرين يا شباب؟ حاضرين محافظة مأرب حاضرين يا شباب؟ حاضرين حاضرين يا رئيس القسم؟ حاضرين, حاضرين. حاضر يا شباب. حاضرين. مدارس قلناها حاضرين أطلاق حاضرين. من السكون حاضرين يا شباب. حاضرين. من مديرية الجبل حبشة حاضرين يا شباب. حاضرين. من حاضرين. حاضرين يا شباب. حاضرين. حاضرين. حاضرين رئيس القصر من داخل الطائر حاضرين معك يا محمد الربع من المملكه العربيه السعوديه من سوريا من الشام حاضرين يا شباب حاضرين يا معلم حاضر يا حاضرين يا رئيس القصر محافظة من محافظة إب. من محافظة أبيه من ديرة مصنع المهر حاضرين يا شباب؟ حاضرين. حاضرين يا شباب؟ حاضرين. حاضرين. حاضرين من أصل النرويج. من أمام بوابات عرش بلقيس حاضرين يا شباب؟ حاضرين. من مطار سيافة الدولي. حاضرين. حاضرين. معك يا رئيس القصر من مدينة إلهي الهند. من السبعين. حاضرين يا شباب؟ حاضرين. من قبل قرة حاضرين يا شباب؟ حاضرين. حاضرين, يا شباب. حاضرين. حاضرين. عاصم عاصم صنعاء حاضرين يا شباب حاضرين حاضر من داخل القصر حاضرين يا شباب حاضر. حاضرين يا شباب حاضرين عند المباراة حاضرين يا رئيس القصر حاضرين يا شباب حاضر. حاضر. شكرا لكل من اكدوا حضورهم وارسلوا مقاطعهم على صفحه البرنامج في الفيسبوك اهلا وسهلا بالجميع ايضا نتشرف لكل من تابعونا على قناتنا في اليوتيوب وفعلوا زر الجرس وعلقوا واعملوا لايك، ولكل من تابعونا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يا حي الله الجميع. مفاجاه كاس العالم مستمره لم تقتصر فقط على صعود منتخبات وخروج منتخبات اخرى، ايضا مفاجات على مستوى بث مباريات كاس العالم. فلأول مره في التاريخ ان تحصل قناه يمنيه على حق بث مباريات كأس العالم وتقديمها للجمهور بالمجان. تلفت عناية مشاهدينا الكرام أن بإمكانهم مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 على شاشة الهوية. جميع مباريات مونديال كأس العالم فيفا 2022 قطر ستبث على شبكة الهوية. استطاعت قناة الهوية أن تدخل إلى كل بيت عربي. قناة الهوية تعلن عن بث مباريات بطولة كأس العالم. قناة يمنية تبث كأس العالم. قلت لكم المفاجات في هذا الكاس كثيره احنا قلنا ما حدا ما خلاص اذا ايش معنى ان قناه بث كاس العالم؟ معناها صرفت فلوس ومبالغ واموال طائله ودخلت في منافسات وفي سباق مع قنوات اخرى من اي تحصل على حقوق بث كاس العالم. وشوفنا يمني خلاص ليش عاد احنا نسير نشوف قنوات اخرى ادعم المنتج المحلي ليش عاد تشوف؟ قلنا وخصوصا انه ايضا تسال نفسك كيف قدرت تحصل على حقوق البث هذا خصوصا انه مش لا قناه رسميه هي قناه خاصه تتبع محمد العما بس مش مهمه هذا التفاصيل اهم يعني شيء ان احنا نتفرج كاس العالم فقلنا خلاص افتحوا لنا المباراه نشتي نتفرج حرب والكرة الهوائية على مرتين اي سباق في الساعة. الوقت يمر والاحداث الان امر وامر المنتخب المغربي بدر بنون يعدي والمخالفه سفيان بن دبكه المغربيه, يعني المغربية. يوسع ما هو هذا؟ ايش متفرج الان؟ ولا واضح حاجه هذا هذا مباراه او عقوبه او ما ما هو هذا؟ او لغز او ايش ايش اعمل لو انا؟ ايش هذا؟ قناه بث بهذا الجوده أي ايش له؟ انا الان لو واحد سالني بيقول لك تفرجت المباراه بقول له ايوه بس ما انا أقول والله ما شفت من الفريق يا الله يعني لا انا تفرجت ولا انا حافظت على نظري ولا بالله في قناه تبث بهذا الجوده؟ طيب على الاقل بسمع اسمعها في الراديو احسن اقل شيء بحافظ على نظري واسمع في الراديو ليش تبث؟ اكتبوها كتابه لنا ميزي على الاقل بستفيد معلومه كتابه في الشاشه وخلاص بدون واخليني احافظ على نظري ايوه وقال لك بث بعدين انا اول مره اشوف قناه تبث مباراة اولا ما مش واضحين اللاعبين ما ادري شيء من ضربه او بيلاحقوا سارق او ايش بيعملوا ما ادري وايضا في نفس الوقت تطلع لك القائمه حق القنوات هكذا وسط الشاشه اول مره تشوف في اثناء المباراه تطلع لك قائمه وايضا هذا الصوت كانه مش غريب ولا <applause> هذا نفس المعلق اللي في بي ان سبورت معقول بتعاقد مع قناه الهويه وبي ان سبورت ويشتغل في نفس الوقت او كيف منين من جابوا هذا كيف قدروا؟ هذا قنا اشتريت قنا معقول انه اكيد ربما ما حتى المعلقين اه شفت المباراة من فاز؟ ايوه شفت بس مشاهد ما شافش حاجة، من فاز انت شفتها؟ ايا شفتها، انا قد نعمة ما عاد بين الصديق ايش اللي حصل؟ ايش المشكلة؟ انما قد وصلكش الخبر؟ ايش؟ وقفوا البث قال لك طلع البث مسروق يعني لا اشتروا ولا شيء سرقوا سر البث هذا طلع مسروق ايوه مسروق بالله هذا الصورة الرديئة وكمان كمان سرق عادي واحد يسرق اتش دي 4 كي ذنب الذنب ما, يسرق فيه هذا كه أنا رايح المستشفى اعمل لي فحص العيوني اعماني ابن الذين قد احنا فارحين هذا الكاس عن بسر ميسي لا عن بسر ولا عبسي مع السلامه طلع بث مسروق اصلا واضح الحلال بين والحرام بين من جوده البث انه مسروق شو حلال ابدا أشك الله فاك الله يا عم إيش سرد سرق بث سرق تخيل الناس بتحاسبوا يوم القيامه على سرقه المليارات و... وانت بتحاسب على شويه بلنتيات و... وفاول و... وضربه ترجيح ايش ايش من سرقه هذه بعدين ما واحد يسرق يقول اذا اذا ابتليتم فاستتروا يعني اللي بيسرق بيخبي هذا سرقه ويبثه اذا سرقتم فبثوا يظهروه للناس ان احنا سرقنا تقرصن وشوف تفرج لنفسك بس زدت توري الناس انك سرقت ما وين الحاجه اللي فيها يعني ميزه مش هذا بس كم سرقوا والبث وكذا والناس عارفين انه هذا قرصنه وقصدهم بس انهم غطوا الشعار بحقهم الشعار شعار قناه بي انه خلاص الناس ما يعرفوش طيب عارفين الناس من المعلقين ولبي بيتكلموا وفي محللين بيطلعوا وعارفين ما يلقانا حتى المذيع نفسه اهلا بكم على قناه بيصبر هو عادي ما ينتبهوش. كل المتفرجين حواثم هذا ملازم السيد ما. كلها مصطقه. ولا ويزيد يطلع يعمل مؤتمر صحفي يقول لهم ايوه يعني انا شاركته ايش فيها يعني؟ احنا يعني زي ما يقول المثل سارق اي ايوه مبهرر <applause> هي البعض يعني يجي يقول خوف كيف لا ما تخترق القوانين الدوليه؟ قال ايش؟ قال قانون فيفا قانون ايش؟ يا اخي قل لي ايش القانون؟ الله صحيح كلامك بتكلم حوثي عن القانون يعني <applause> اشعر هذا مصطلحات غريبه عليهم قانون ما, ما, هو القانون هذا ما يعرف يعرف ملازم السيد وتوجيه هذا السيد ويوم الغدير ويوم الولاء هذا الحاجه بس تكلم عن القانون ما ما هو هذا ما عمرهم يسمعوا بالمصطلحات هذا ولا 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 لو يعرفوا قانون ما حال اليمن هكذا شوف انا اوضح لك هذا القانون حاجه عبارة عن أنظمة ولوائح تنظم حياة الشعوب والدول والمنظمات هذا هذا يسنوها الناس والناس يعيشوا عارف ما بعد يستوعب كلامي بس يعني إبراء ذمة القانون في حاجة اسمها قانون البث التلفزيوني وعندك اتحاد اسمه الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا هذا يقوم بتوقيع عقود واتفاقات مع قنوات تلفزيونية لبث مباريات كأس العالم مقابل مبلغ متفق عليه وهذه القنوات تبثها لجمهورها. ف... ما عارف ما بفهم شيء، بقرب لك الفكره يعني لو قلنا لو قلنا قناتك الهويه سارت حصلت في في مسيك مباراه مش دوليه في مسيك مباراه وسارت قالت خلاص انا بجيب لكم كاس وباجي اصور المباراه واجيب لكم فنايل وجائزه بسيطه هكذا وانا اصور واجيب المصورين وكذا واكمل كملت صورته واحد علي سرق عليك الفيديو هذا وسري بثه بتزعل ولا نفس الفكره هذا وهي مباراه في مسايك مبالغ مباراة دولية كأس العالم فيها تنظيم ومليارات وصرف مبالغ وانت تجي ما هو القانون؟ قانون فيفا. من, فيفا من فيفا من فيفا عبده هذا؟ أنا عارف ما بدي هذا الأمور أيوة باقي حاجة عندك قل لنا على أي أساس يعني أخذت وكتب كتب في الشريط أنه شكرا لقطر أنها يعني سمحت لهم بالبث التلفزيوني واضح أنه يعني تعامل مع دولة إذا كانت قطر وهذه تشكر عليه تعاونت مع قناة الهوية دولة قطر وخلتنا في اليوم الأول ثبتنا اليوم الثاني والثالث اشتغلنا أمورنا تمام ومع ذلك ان نحن نتفاجأ فيما يخص الفيفا ان تضغط على قطر ودول ودول للاسف تضغط على اساس ليش قناه الهويه؟ ايوه صح ضغوطات ضغوطات يا اخي هذا بيبين لك الان انه احنا كنا من لانه الس... اصلا كتب في الشريط كتب انه يعني بتنسيق مع قطر لانه عارف ان الناس بيسالوا على اي اساس بيبث فهو كتب في الشريط نشكر دوله قطر انه معنا تفاهمات وتواصلات ووافقوا لنا بس بيقول لك دول والفيفا نفسها ضغطوا على قدر يعني لي ليش العماد بايدن نفسه اتصل واي لي اماد يعني لماذا فقط العماد الصينيين نفسهم قالوا يتصلوا وش في وش يعني اماد واحنا لا يعني وتخيل الصينيين هم عيونهم صغار وجودتها البث هكذا راحوا فيه ضحايا <applause> فوق ليش ما العماد ضغطوا عليه لا ولا اصلا قدر نفسه ما لاش داخل دخل في موضوع البث هذا اتفاقات مع الفيفا ومع الاتحاد الدولي القنوات او اي شيء يشتروا منهم بمبالغ ما لاش دخل قدر بس هو وقع في ورده ما ادري قال انا اصلا من نفسه الصحفي في وقته وهو موجود قال له قال له مع من نسكت يا ريت تعطونا توضيح اكثر ما هي الجهات القطريه التي تم التواصل معها وتفاصيل حول هذا الموضوع هو ما هو ما هو اقصد بعض الاوقات بالعكس عندما تشكر تشكر من الذي يعني سمح لك بالشيء ما هو اعتبار انك نسكت انت وياه اعتبار انه, انه يكفي السكوت عليه السكوت على ما ترضاي قصدك هكذا يعني مباراة مش زواجه قصة انه والله بث المباراة والقدريين والفيفا احرجوا منه يا, يا خلاص النصيبة الفاتحة على بركة اللبث موضوع حقوق وانظمة وقوانين وهذا بتعامل العالم كلها متعارف به هو فقط لانه الثلاثة الايام اللي بثيته مش قصدهم انه محرجين لا بس عا يعني شافوا عادهم بيتاكدوا ما على الجوده هذا حق السرقه انه بيتاكدوا هي مباراه انا ومسرحيه او فيلم وثائقي او ما هو هذا عدم جلسوا يتفرجوا وكذا والفيفا بيفحصوا دخلوها مختبر وكذا وبالمجهر وبال وكذا من هو اللاعب هذا من الذين وكذا لو ما يمكن سحبوا دم من البث وجابوا المعلق نفسه ماذا صوتك وكذا والع... وكريستيانو وكذا كل واحد بيشوف نفسه هو ولا لو ما تاكدوا ثلاثة ايام وبعدين اكتشفوا انه في قرصنه وسرقتوا عليهم البث هذا كله الحكايه مش موضوع احراج ابدا بعدين المحرج انت واضح ان الحرج عندك أن... انت يدخل دخلت نفسك في ورطه ما فيش داعي له يعني تصير تسرق للناس و... وتفرج لهم بحراء. ما في الذي بيتفرج رياضه ويشجع رياضه عارف في بدائل موجوده بدون سرقه بدون في قنوات وفي الذي مواقع انترنت والذي في كافيهات وشاشات كبيره وعملاقه الذي بيشجع به عارف يصير يتفرج مش محتاج تسرق باسمه. وعامل فيني بطوله ومدري ايوه انقذت العروبه وانقذت الاسلام والمسلمين وانك صلاح الدين الايوبي. إن نوصل للشعوب العربيه اذا خذلتكم القنوات لن تخذلكم الهويه. وان حاول قدر المستطاع ويعرف كل الشعوب العربيه ان اليمن لن تترك العرب. وسيحرر فلسطين وبيت المقدس ولن يترك اخواننا في الشام ما دخلك بالموت. هل بتشوفي انك مكبر الموضوع متحمس زياده ولا يعني خليتها بطوله الامر عادي يعني الشعوب العربيه من زمان والعالم بيتفرج كره القدم من قبل ما تجي القناه حقك والامر عادي ما ماشيه ما احتاج الى هذا الفتوحات العربيه ما لهاش دخل حقك هذا ولا النخوه العربيه الامر طبيعي في كره القدم الشعب يحتاج قناه قناه واحده قناه انه يشاهدوا باللغه العربيه يا يا اخي الشعب والله انه محتاج رواتب، محتاج اكل وشرب، محتاج غاز يحتاج يحتاج يحت... قال لك احتاج قال جن... ما له ولا الشعب منع خليته للناس نفس يعني انه يتفرج مباراة ولا وقت جالس مسارب ولا بيلاحق بعد قد يوم ولا تعمل الجبهات وكذا ما عليك وفروا له بس اكله وشربه رواتب بس وهو بيشتري له كرت ويشترك في المباراة وفروا له رواتب ما قد عقدتش مؤتمر صحفي، عقد مؤتمر صحفي بدل ما الم... أنت بتقول تشتي تفرح الناس بقى فرح براتب، شوفوا الفرح بيفرحوا، قسم بالله بيدعوا لك حتى تطلع تصيح وتقول سلموا رواتب ولا ليش عملتوا انقلاب؟ فرح الناس أما البارات بيدبروا نفوسهم. إحنا نطالب اليوم ولكن الشيء تجاوب من الطرف الآخر، سنطالب إحنا كشعب يمني وجماهير يمنية نفط اليمن، إحنا مستعدين. نفط اليمن ما دماتش رواتب لنا ودوهن لهم يفتحوا للشعوب العربية القنوات الفضائية <applause> يا سلام وال... والله أيوة هذا مقترح مقترح أيوة, ايوه ايوه كل من هذا التجليات ايوه ايوه قال لك ايش أيوة رايكم انه خذوا نفط اليمن بس افتحوا القنوات حق العماد القناه حقه يبثوا الكاس والمباريات مقابل نفط اليمن ما الله انك كريم جدا يا النفط كله عشان نتفرج مباراه ما هو... <applause> بس بيني وبينك قاعد وقع انه حتى نفط اليمن ما يكفيش عشان هذا مباريات كرة يعني ساعه ونص انا اتوقع ان نفط اليمن يلا يلا يكفي لا لا, لا, لا نصف النهائي اذا بات تجيب لهم كم عشرين جزيره وكم ساحل وكذا ممكن يخلونا نزيد للتصفيات نتفرج اما المباراه الاخيره يعني ما لا نحط لهم مفاتيح اليمن هكذا ونقول لهم تفضلوا خذوا البلاد بكلها يعني خلاص ما عاد المباراه الاخيره يعني تفرجنا الحمد لله وخلاص يكون قد بعنا بعت لهم البلاد بكلها عشان نتفرج المباراه. بعنا فلسطين بعنا ثروتنا بعنا قيمنا بعنا كل شيء بقي الكره والله ما راحت من الكره شوفوا والله ما مشيت لهم تقول لي فلسطين بعنا كل حاجه بس كره لا لا ايوه خذوا فلسطين خذوا المناصب خذوا الم... بس الكره لا خلوها العمى ايوه صح. اصلا ما قيمتك في الحياه بدون كره؟ يعني فلسطين بدون كره كرامه بدون كره ما كيف بتهتف تحقق اهدافك وتسجل اهداف في حياتك وانت بدون كره يعني حياتك ما تبقى كلها تسلل الله الله كل هذا الصياح شحبت عشان هي كره وعشان ما ما خلوك بس تبث المباراه وهذا رسالتي لامير قطر والله اني احتكار اني استحقار لك لانه كان موقفك اليوم والشعوب كلها بتبسر اتبسر شوفوا نجاح قطر اليوم انا الذي ابسرك من من لمن كل هذه الملاعب لمن وهذه الملايين صرفت لمن لمن يعني ما دام العماد ما بيبذش كاس العالم من يتفرج يعني هم الخسرانين القدرين واضح هم الخسرانين ما 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 كانهم الان بيلعبوا في الحاره ولا حد بيشوفهم على فكره العالم عرف ان في كاس عالم لف ثلاثه ايام اللي يبث المباريات فيها العماد في حقها قال عرفوا وبعضهم بيفتكر انه ما كاس العالم له ثلاثه ايام هذيك الايام وخلاص وكمل ايوه العالم عرف عن طريقه هم الخسرانين اكيد اكيد حتى كريستيانو عندما هتف براسه وقال لهم انا اللي هتف هو كان مفتكر انه بيتفرجوا الناس الكره من خلال قناه العمل لانه مش صافيه ما بيركزوش يعني هو برجله ولا بيده ولا هو او لا في هذا قال لهم مش عارف ان العماد قد وقف البث وكذا وشافوه من قناه افتضح مسكين والله والله انت اديت لي عليه هم لا 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 القدر اللي خسران اما هم مع اهم من كاس العالم بيبث لهم يعني برنامج تفرضه على الهواء وحجر وسيري سايره اديت لي عليه احنا وصلنا في زمن بكل صدق وبكل امانه نحتاج عبد الناصر وصلنا لمرحلة احنا بحاجة عبد الناصر <applause> <applause> اي والله كلامك صحيح احنا بحاجة عبد الناصر وصلاح الدين الايوبي وقطز وجنكيز خان وعمر المختار هي أيوة كرة لعبة هذا لازم يجيب لها كل البطولات والفتوحات ولا كذا يعني عبد الناصر كان يخليه يبث مجان من اول وبدقة عالية بس الان ما عبد الناصر طبعا هذا حق عبد الناصر والله جابها خارج الموضوع هذا بس لان في هذا واحد حاضر هذا ناصري حاضر في المؤتمر الصحفي في شافك على فكره احنا بحاجه عبد الناصر ولو في واحد اشتراكي الكره في وقتنا ما لها لينين واسمها الثانيه ان شاء الله ماركس ها كلها على ولو جاء واحد صلاحي يقول اينكم اين اين حسن البناء في هذا الموضوع؟ خصوصا الكرات الثابته مالها لها الا حسن البنا والله انه جاب هكذا شك حام بوادي مالي ما داخل دخل بالموضوع عبد الناصر المشكله انه ما اكتفش بس انه قال قدم قل قل هذا المبادره إنه ياخذوا النفط حق اليمن ويخلوه يبث القنوات يبث المباريات ويسمحوا للناس يتفرجوا صار حتى ايضا عمل حمله في حق القناه وجيب المحللين يقنعوا الناس انه خلاص خذوا النفط و وخلونا نتفرج الكره الهويه قدمت مبادره النفط مقابل المونديال نعم. ما تعليقك هذي أيضا هذي على ما أنا جاء في المؤتمر نعم انا اعتبرها خطوه ذكيه جاءت لو لو نتذكر النفط مقابل الغذاء كان هذه سياسه استخدمتها امريكا مع العراق النفط مقابل الغذاء والدواء مع النفط ايوه كلامك صح يعني عد فيها يعني العراق كان يتعاملوا مع النفط مقابل الغذاء والدواء طيب تمام احنا راضي اما كره ما ايش تعمل بالكره يعني بل الاول حتى النفط عندما تبيعه بتشتري من اجل غذاء ورواتب تاكل لشعبك لكن تبيع عشان كره ايش عمال وفي 28 يوم ويبيع لهم النفط عمري لا تفرجت كره وتبيع لهم الثروه كلها عشان كره ايش من مبادر هذا؟ وعدو لا بيقول لك هذا نوع من الذكاء وهذا الحنكه السياسيه ان احنا بنبيع لهم كذا ونتفرج الكره بلاش يا سلم سلم الله يمحل اللي جابوهم كشفت لنا قناة الهوية عن مدى التعامل أيضا مدى تعامل المنظمة الدولية المنظمة الدولية مع المجتمعات الفقيرة بالفعل كيف هناك لدينا منظمة التجارة العالمية التي تسعى الدول العظمى لفتح السوق المحلية لفتح الأسواق حتى الأسواق الدول النائمة لتكون هناك سوق حرة الدول أيش؟ الدول النائمة صباح الخير يا صباح الرضا صح النوم ما شاء الله الدول النائمة ما فيش حاجة اسمها لغي. يا هي النائمة هي الدول النامية النامي. شوف والله ما لك اي ذنب انت بعد حالك يعني انت قالوا لك جي حلل يعني ذنب محمد العمادة اللي يسحبك من تحت البطانيه وانت بدون النوم. ما قيتش نوم ما قد شبعت نوم فلهذا بتشوف كل الدول نايمه ما في الا انت صاعي فلهذا ما في اي ملامه عليك شوف كل التحليل هذا ما يشتي الا تشبع نوم كنت ضفي تلفونك والعماد ما يقدر تصدق لي ما بيش دول اصلا تبيع النفط عشان كره تلفونك ورقد من امك الحالي ما بيش تصدق محمد العماد تحليل على الريق باقي حاجه عندك قبل ولا رجعت ارجع لك كمل نومك ورجع حلل لها الليل قول تعال في نحلل له باقي شيء ولا كم نضف اللمبه؟ هذه المباريات انا اعتقد بانها حق مكفول وحق مشروع لكل مواطن ان يشاهدها، هناك منتخبات المنتخب سوى الايراني او المنتخب اليمني او المنتخب السعودي او المنتخب البحريني اليس هذه الشعوب من حقها ان ترى منتخباتها وهي تلعب في هذه المباريات؟ <applause> <applause> يا الله اي ظلم من ظلمك يا اخي ما, ما 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 خس السهر والله لا. شوف لو انت شابعنا ما تجيش هذا الكلام انك مصح صاحبة ايش المنتخب اللي بيلعب في البطوله هذا المنتخب اليمني المنتخب اليمني واضح شوف يا اخي شوف والله لا المنتخب اليمني بيلعب ولا هو حتى يمكن بين المشجعين ما ليش علاقه ابدا بس ما نسوي له العم هذه صحيك بدري وكذا وتحمل بظلمك ما ينفع لك شكلك مش حتى بس ما تشبعش شنو يمكن حتى اربع ايام ساهر على الكلام هذا اربع ايام على الاقل او اسبوع ويمكن نايم من ايام الناشئين عندما لعبوا ايام الناشئين بيفتكر انهم بيلعبوا ما بيلعبوش ولا بيلعبوا ولا اليمني ولا حاجه يرجع لك ارجع لك ركوت وغلق تلفونك وبس وخل يدبر نفسه يدور له محل لينا العمى ارجع ركض ها ضفي ضفي اللمبه عشان ما يشوفك شو اللمبه يلا تصبح على خير اللهم العافيه <applause> كرة القدم تعتبر أكبر لعبة شعبية لها جمهور واسع كممارسة أو أيضا كفرجة ومتابعة ومشاهدة خصوصا في فئة الشباب أو حتى من كل الأعمار والحوثيين كعادتهم يعني انهم تعرفون لا يحبوا يستغلوا اي شيء لا يستغلوا المساجد ولا يحبوا يستغلوا ولا الوظيفه الرسميه ولا الجيش ولا يحبوا يستغلوا الاعلام الرسمي كعادتهم ما يحبش يستغلوا ولا حتى الدين ولا المناسبات الدينيه ولا اي شيء شافوا ان الناس بتحتشد والشباب بيحتشدوا والناس بيجوا يتفرجوا كرة القدم. جت لهم فكره يعني مثل افكارهم الفظيعه، جت لهم فكره انه ما بين الشوطين ايش ممكن نعمل؟ أصدرت ميليشيات الحوثي توجيهات لملاك الاستراحات والمقاهي في صنعاء ببث محاضرات وخطابات زعيم زعيمهم عبد الملك الحوثي على الشاشات التلفزيونية ما بين شوطي المباريات وأحرمانهم من متابعة التحليل الرياضي من هذا الأفكار والإبداعات جيت لهم هذا الفكرة أنه والله بيشوف الناس بيتجمع والناس بيتشاهدوا وفي ناس جمع كبير يتفرجوا كرة القدم كيف نسوي لازم نحشر حقنا السيد حتى في هذا الموضوع يعني عارف ان الناس ما بينزلهمش من الحلق ولا بيتفرجوا ولا اي حاجه وحتى الخطباء حقهم في المساجد المسلمين بيخرجوا تجد لهم هذا الفكره انه اصلا لو قالوا ندخله يلعب مثلا والله ما بيقدرش يمشي بيدعسوا اللاعبين ويمشوا وان قالوا ندخله يعني يصير يلاحق الكبار والله ما بيبكي كوره بيروحنا البيت وان قالوا بينظف الملعب اليابانيين قايمين بالواجب والعمال وكذا ايش نعمل؟ قالوا اذا نحشر سيدنا بين الشوطين بدل ابو تريكه يحلل الحكم قال بلنتي خلاص صلوا على النبي صلوا على النبي التحليل الان بنشوف التحليل بيننا بيننا تحليل خلاص اسكت التحليل بس كلامي صح على ال محمد طبعا انا قد انا منتظر 45 دقيقه وخمس دقائق وقت اضافي الان يعني استغلال لهذا الجمع الطيب نسمع لنا كلمه وفائده وموعظه وخطبه من سيدي عبد الملك رضوان الله عليهم طب عد لك كذا خلينا نتابع التحليل الرياضي ايش وقت التحليل ما بيش عنده افضل المحللين سيدي عبد الملك وانا مجرب لعملت عملت عندي التحليل وطلع عندي بواسي يا اخي مش وقتك خلينا نشوف ابو تريكه ايش يقول ابو تريكه ما قلنا لك ما في ابو جبري ما والله طرحه وسط راسك جاي يقول لي ابو تريكه ابو جبري وبس. لو ما نبس وبعدين لكم الله يعني سيدي عبد الملك رضوان الله عليه بيعمل محاضره وخطبه ساعتين وننزلها على اليوتيوب ويشاهدوها 60 70 نفر وكريستيانو ولا حق كريستيانو هذا النطحه اللي قال لك انه هدف كريستيانو هذا كولومبوس مدري اسمه وانا راح اطلب نفسي ما المسدس ويشاهدوها لك 40 مليون هل هذا يرضي ال بيت رسول الله؟ هل هذا من الدين في شيء؟ قولوا لي هل ميسي من ال البيت؟ هل يعني كريستيانو من البطنين؟ هل نيمار ولا بنزيما ولا بنباي ولا هذا اللاعبين كلهم هل هم من من احلام الهدى هذا لا يعقل متى يعني سنصحو من غفلتنا يعني هذا بنباي مدري مبابي مدري مشوار راتبه 90 مليون يورو ايش دخلنا بهذا الخبر كله جينا نشوف المباراه ونروح كيف ايش دخلنا من هذا الخبر يعني راتب ال مليون يورو وهو بيلعب كره وسيدي عبد الملك كان اللي يحب اليمن واللي يحب الدين واللي يحب الدنيا كلها وما يستلم هذا الراتب هذا لقلتكم الله هذا عليه صبول الشهيد القائد سيدي حسين رضوان الله عليهم عندما تكلم بوش وقال من لم يكن معنا فهو ضدنا كلهم سكتوا ميسي قال انا معي مباراه كريستيانو قال انا مصاب بنزيما قال انا حجاز مرضية نيمار كان عاد في الناشئين كلهم سجدوا الا سيدي حسين صرخنا يعني صرخة ضد امريكا وضد الاستكبار العالمي والان تجي تقول لي اتابع لي وتفلتوا سيدي علم الهدى يعني هذا ميسي الذي بتتفاخروا به وتتابعوه وتتركوا اعلام الهدى لو تجي تحسب من اول يوم لعب الى اليوم كم قد من ضربات ما تجي ولا خمس ولا واحد في المئة من الضربات التي سددها سيدي الى تعز وماري يا اخي انت ما قد ضربتش من قبل ولا كيف؟ يا صلوا على اهدئوا خلوني اكمل خلوني يا الله خلوني اكمل يا عيال ايش هذا من فين يجيبون الاشكال ذي؟ يعني يا اخي نقول لهم بارك نقول قلت لك مشاهدة قناة القدم على الفيفا أو شروط الفيفا أو سياسة الفيفا لأن الفيفا هي جزء من الامبرياليه المتوحشه، الراسماليه المتوحشه الصهيونيه ايوه قلت لي الفيفا وكره القدم جزء من ايش؟ الصهيونيه الصهيونيه واضح ايوه طيب طيب كلم صاحبك اللي استضافك العماد واللي حريص يبث ليش حريص يبث الصهيونيه؟ لا وسرقها سرق عشان يبث للناس وبيقولوا الناس صهيونيه طيب مش هو احنا الذي سرقنا البث ولا شيء صاحبك او بس الله عشان منعهم من البث قالوا اذا هذه صهيونيه كرة القدم صهيونية بس لو لو خلوهم يبثوا يقولوا لا هذه الكرامة من آل البيت تعرف انه من آل البيت والشوطين هي نسبة إلى البطنين ايوه والفيفا هذا الفيفا عليها السلام بيرجعوا يقولوا يعني كيف لما رجعت صهيونية الآن خلو الناس يتابعوا حاجات صهيونية وأنتم أعداء الإمبريالية والبرياني والرأسمالية كيف؟ تحمس محمد علي الحوثي وقال ان جماعته مستعده للمساهمه في تامين فعاليه كاس العالم. محمد علي الحوثي يعرض خدمته ويقول: مستعدون للمساعدة من خلال المشاركه في تامين فعاليه كاس العالم اذا تطلب الامر لدى الشقيق قطر. هلا <applause> الكابتن <applause> الكابتن محمد علي اقترح اقتراح انه بيروح يحرس الفيفا والكاس العالم طيب عاد قلت قلتوا انا قبل شويه انها صهيونيه الان خلاص بدأ يحرسوها الصهيونيه وكذا عاد ال انتم شان صار الانصار بلوحه انتم صار الصهيونيه الان بتصيروا يحرسوها بنفسكم وي ايوه يا اخي مقترح قال احنا ما عندناش مانع طبعا احنا ولبس لهم فنيله قصدهم خلاص ما قد شافوا بالكرش هذا والفنيله انه رياضي خلاص تعال تفضل مؤهل لكاس العالم ما عاد باقي خلاص بتسلم الكاس انت مش الله تحرس الملعب قال لهم خلاص بسير نحرس تحرسوا انتم أنت متاكدوا ان انتم تحرسوا شفتوا كيف حرستوا البلاد كلها يعني اذا كانت الالباس المباريات شاركتوها بيشتغلوا جبتوا هذا بس يفتكرون انها ارضيه ومدري حاجه المباريات هذا وكاس العالم يمكن وكا جابوا ابو علي الحاكم وقالوا والله ترى اذا الشوطين تبعنا ظل المباراه والله إني تبعنا وصادروها ولا صاحب المباراه داعشي ولهفوها وخلاص لا لا مباراه كاس العالم وقوانين دوليه ما هذاك تبصدوا على ارضيه على حق مواطن ولا بيت ولا ذهب محل ولا تجاره ولا كذا هذا ولا شركات بدلهفوها لكم ما عاد حد يقدر ما هذا قالك يجي يحرس المباراه هذا يحرث يحرث المباراه في الختام احب الحديث عن احد الشباب اليمنيين اللي كان لهم حضور جميل ولهم بصمه في كاس العالم في قطر 2022 وهو الشاب ملاطه احد الشباب اليمنيين البسيطين المبدعين في مجال الايقاعات الشعبيه له البراء هذا الشاب كان له بصمه في هذا المونديال وكان له حضور جميل وايضا رسم الابتسامه على وجوه الكثير من الجماهير <applause> الشاب ملاطف واحد الشباب اليمنيين روح مرحه ولا يعرفه عن قرب يجده يعني شاب بسيط مبتسم دائما لا يحمل الحقد على احد يقوم بهذه الموهبه للايقاعات الشعبيه لا بيضر احد ولا يعتدي على احد ولم يظلم احد ولا بياخذ مال احد بل العكس يرسم الابتسامة على وجوه الناس في وقت غير يرسم القهر والحزن والألم على وجوه الناس في الأسبوع الماضي تفاجأت أنا وغيري عندما شاهدنا المقطع طلع يعتذر ويقول للناس أنا ليس لقبي الحميدي وإنما ملاطف حميدي حياة 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 آل بيت الحميدي واعتذار بسيط بسبب أنه اسم ملاطف حميدي القمري من حراس وليس الحميدي حياتي لك نشر هذا المقطع انه يعتذر أنه اسمه مش الحميدي وانما حميدي يعني حذف الالف ولا سالنا عن الموضوع ايش القصه وايش الحكايه وايش اللي حاصل قالوا في شخص او ربما اشخاص اثنين عشره من قبيله كبيره وقبيله معروفه من بيت الحميدي وقبيله فاضله يمكن ضغطوا عليها هؤلاء الاشخاص او هددوا او ما نعرفش ايش القصه بالضبط وطلبوا منه انه يعتذر ولا ينسبش نفسه اليهم. بحجه انه والله المهنه اللي بيشتغلوا بيشتغل فيها تسيء لهم. يعني تسيء لهم هذه المهنه. بالله عليكم ايش الاساءه في مهنه مثل هذه؟ يعني هل بينهب حق احد؟ هل بيسرق حق احد؟ هل بيعتدي على احد او بيطلب منك تشكى عليه والله تصرف عليه؟ الاساءة لا تاتي من هؤلاء، الاساءة من اللي بيسرقوا وينهبوا واللصوص والذي بيتبلطجوا على الناس بالسلاح والذي بينهبوا اموال الناس والذي بياخذوا جبايات وفلوس والذي بكتاتوا من الناس والذي بيلاحقوا الناس في الشوارع والمحلات ويتبلطجوا عليهم، هؤلاء الذي اساءة وهؤلاء الذي لا يتشرف بهم احد، اما مثل هذا ايش الاساءة؟ اين الاساءة في مهنة زي هذه؟ ايش المفاهيم اللي ما زالت عند البعض معكوسه؟ من قال لكم ان المهن اساءه للناس او لاصحابها؟ مهنه شريفه بدي اكل بعرق جبينك ايا كانت هذه المهنه ما فيهاش اي اساءه. للاسف ما زال بعض الناس منظورهم ولا لا يقول لك لا احنا قبيله ايش لا ما نشتغل ممكن يجلس انا بدور الرياء بس لا ما نشتغلش مثلا يقول لك جزار ما جزار ولا حلاق وين الاساءه في هذا؟ الجزار في, منا... في مصر مثلا هذا المعلم اللي ما تقدرش تناسبه ولا توصل له عنده بياكل لحمه يوميا وانت اللي يمكن ما بتحصلش حق زبادي والحلاق الذي بتسخر منه هذا هذا فن ايضا مهنه فن هذا الذي بيصلحك ويشطبك وبي... ويجملك امام الناس ما تصير تخطب الا ساري يشطبك هو حسنك ولا يمكن ما بتقبلكش بنت عمك هو الذي بيحسن صورتك امام الناس عاد في ناس بيستسخروا من هذا المهن وبيقول لك هذا جزار وهذا مدري ايش وانا مدري ايش مسميات قد عفى عليها الزمن ولا عاد الناس بيتكلم بها الا بعض امراض النفوس والامراض الذي يعانوا من من, من العنصريه المقيته الى متى تظل نظره الناس انه والله يشوف هذا اللي بيسرقوه اللي بينهبوه واللي واللي يساروا خلاص بيعمروه ويبنوها ولا حمر عين هذا مفحوس هذا هذا قبيله عسير لا رجل ولو هو من حرام لكن هؤلاء الذي بيشتغلوا بعرق جبينهم ومهن لا بيأذوا احد وبياكلوا القليل وبياكلوا وبيخدموا الناس بمهنهم يقول لك لا لا يعني ما ادري واحيانا يزيد مسميات عندنا مزين مدري ادري اي جزار ما ادري يعني بالله عليك يعني على اساس انه يوم القيامه خلاص بيبدا يقول لك والله ارحم الراحم بيقول دخلوا المشايخ والوجاهات والكذا الاولين ولا الذي يدعي نفسه يقول لك انا سيد انه بيدخلوا وقال ربما هؤلاء افضل واكرم عند الله من هؤلاء الذي بل القاب والذي بيسموا نفسهم مدري ايش ولهذا اتمنى ان احنا تندثر هذه ومن رأيته يستحقر هذا المهن او يقلل من شان الناس ومن هذه الحرف استحقره هو والنقص فيه هو مش في هؤلاء وفي الاخير كلنا لادم وما فيش واحد يقدر يقول والله انا سلالتي تختلف عنكم وانا مش لادم وجدي مدري وكذا وانا مميز عنكم كلنا لادم وادم من تراب ولهذا نقول لملاطف ولكل من يشتغل في هذه المهنة الشريفة افتخروا بأسماءكم ومهنكم وألقابكم ونحن نفتخر بكم ونفتخر أيضا بأنسابكم ولا رحم الله الجهل والعصبيه القاكم على خير